اهلا 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 الاخبار، شو عين كيفك؟ اهلا يلا روى الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. المره الثانيه اللي تم اعتقالي فيها، احكي لنا التجربه الاولى كانت قاسيه ولا الثانيه اللي كانت اقصى في ظل الحرب على قطاع غزه؟ طبعا ظروف السجن هسه استثنائيه، انسحبت كل انجازات الاسرى داخل السجون اللي هي كانت عبر نضالات سنوات طويله اللي تعمدت بدم الاسرى. اليوم كل انجازات الاسرى انسحبت، صفى بس الحديد في السجن. الظروف كثير صعبه، احنا قسمنا كان يوسع بس 50 ووصلنا ل 80 و85، كانت الغرفه اللي بتوسع 3 نوصل فيها 7، الغرفه اللي بتوسع 6 نوصل فيها 11، كنا ايام ننام 4 على الارض على 3 فرشات بدون حرمات بدون وسائد بدون اواعي، كمان احنا كنا نعتقل في الاواعي اللي احنا فيهم نضل فيهم شيء لشهر شيء لبعرفش لقديش فتره لعمين ما تتوفر اي قطعه ملابس. وطبعا الدنيا كثير برد فكان الوضع كثير صعب عند الاسيرات. لو بامكانك اليوم توصفين شعورك بجمله ايش ممكن تحكيها؟ انا اليوم بس بحكي انه كل الالم، سنوات طويله لصبايا داخل الاسر والاشبال وكمان لاسرى لسه ما نالوا الحريه، كل هذا بالاخر رح يتوج بالحريه، مش بس حريه الاسرى والاسيرات، حريه كل الشعب الفلسطيني، حريه الارض كلها من النهر للبحر، لانه احنا يعني مآمنين انه هاي مش بس حريه جزئيه، هاي حريه بتمتد لسنوات. ولما المقاومه تحكي المقاومه بتفعل، عشان هيك احنا لما نعرف انه المقاومه بتدافع ما بتدافع عن قطاع غزه او تحسين ظروفه، هي بتدافع عن كل الوطن، عن الاسيرات والاسرى. ولما يحكوا تبييض السجون فعلا تبييض السجون. اسيره محرره، شو رسالتك لاهل غزه؟ اول شيء بحكي الرحمه للشهداء. اهل غزه اكيد الوضع كثير صعب، واحنا يعني ما بنعرفش كثير تفاصيل من فتره، بس نعرف انه في حرب وبنعرف انه الوضع قاسي، بس يعني اهل غزه في كل التضحيات اللي هي مرت من اطفال ونساء وشباب، وكل هاي الاشياء مش راح تروح سدى، الاحتلال هو اللي راح يروح سدى. 15 الف شهيد اللي هو مر جسدهم هيك فرشوه ممر للحريه، لحريه الاسرى والاسيرات، لحريه شعبنا، هذا مش راح يروح سدى. واللي بده الحريه راح يدفع الثمن، اكيد اهل غزه مش لازم يضلوا يدفعوا الثمن لحالهم. كل فلسطين المقاومة، احنا بس بنحكي انه احنا في كل يوم بس بنجدد عهدنا وفائنا للمقاومة، وانه جد بس كل الشعب هون مآمن بالمقاومة ومآمن بحتمية النصر ومآمن انه اذا المقاومة حكت رح تفعل، عشان هيك احنا بس ياريت نعطيهم عيوننا.